بدأت محافظة شمال سيناء تسليم المواطنين وحدات سكنية في مدينة رفح الجديدة، على أن تكون الأولوية في التقديم لأهالي رفح ثم لأهالي الشيخ زويد. وقال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن رفح الجديدة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة. في قرية الخروبة بنفتتح المنازل اللي أديرت بسبب الإرهاب، وأيضا بنفتتح البيوت البدوية اللي أديرت، المساكن العمارات اللي موجودة عبارة عن شقق، وإحنا في المكان اللي إحنا افتتحنا فيه دي عبارة عن منازل بدوية. كنا فين وبقينا فين في الأول الحرب وبتاع. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لأبناء سيناء هنا في منطقتنا، وبالنسبة للزراعات وبالنسبة للتعمير، يعني إن شاء الله تعتبر مرحلة حلوة عديناها والقادم أفضل إن شاء الله.